ومحدش هيقدر يتني له قرار. وعايز وانت عايز تبدا صح بقى وتقول خلص او صف النيه للكل. كابتن حازم امام ما حضرش ليه امبارح؟ هو وكابتن بركات. استنى بس هقول لك بس، هل الاستاذ جمال علام قيل؟ لا ماليش دعوه بالقيل. كابتن حازم امام تعبان؟ لا انا بقول لك لا قيل. لا سيبك من الاونطه دي. بص ماشي انا بقول لك، هو مين اللي يستقبل حسام حسن وابراهيم حسن؟ بس كلمه في التليفون. مين اللي كلمه في التليفون؟ حازم وبركات حسب ما تم اعلانه وتسريبه من اتحاد الكوره، ان الناس اللي ما حضرتش امبارح. وانا مش عارف برضو من ضمن الحاجات الغريبه كابتن رضا، كابتن محمود، ان مدرب منتخب مصر المدير الفني لمنتخب مصر ما يكونش موجود في المجلس بالكامل، وحاجات تانية او وقت فيتوريا كله كان موجود. كله كان موجود. ده تثبت لك يا كابتن اسلام ان النوايا مش سالكه، ودي مشكله كبيره يا كابتن رضا. انا اسف ان انا بقطعك. لا قول يا حبيبي اللي انت عايزه. النهارده مجلس اداره جديد، مجلس اداره موجود، في مدير فني يبقى موجود، المفروض بيرحبوا بيه. انا جاي بيه كل المجلس، يعني المجلس كله وعلى راسه مش حازم امام وبركات. ده الاثنين لسه هقول لحضرتك، الاثنين بتوع الكوره. بس هتقولي الصوره والنبي، الصوره اللي متصورها حسام مع المجلس، مع كامل احترامي طبعا لاعضاء المجلس، بس كنا دايما نيجي نتكلم على المجلس يقول لك ده في اتنين بتوع كوره ما حدش يتكلم. هم احنا سايبين لهم كل حاجه بالظبط. طب لما تيجي تتعاقد مع فيتوريا ما شاء الله كله واقف وايه وحاطط جسمه عشان يبان في الصوره بالظبط، وبيزنق وبتاع وبيحضن، واخد بالك؟ جه امبارح حسام حسن قاعد مع الراجل لوحده، وكان في ست وفي واحد بس من المجلس الثاني اللي هو الدكتور ايهاب الكوبي. طب والباقي؟ حاولوا تجيبوا لنا حد من اتحاد الكره يا جماعه. والباقي راح فين؟ يبقى كده تعرف ان مفيش نوايا. بس اقول لك على حاجه، غصب عنهم كل قرارات حسام هم اصلا ما لهمش دور، كل قرارات حسام واللي عايزه حسام. هو بكره يعني حسب معلوماتي برضو ان في ضغوط على حازم امام علشان يحضر المؤتمر الصحفي. لا ما يحضر. انا لو من بكرة. انا لو من حسام ما اقول له ما يحضرش. لا هو حسام مالوش علاقه. لا 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 مش داخل خناق. لا مش داخل خناق. لا بقى بص، ما النيه باينه من الاول يا عم اسلام. ما هو واحد مش عايزني، ده كان عايز يخلي فيتوريا اللي بياخد 220 الف يورو يكمل. طب وانت بتدفع حاجه من جيبك يا عم؟ هو مش خسران حاجه، ولا ايده تعباه في حاجه، ولا مخنوق في حاجه، ولا يهمه اي حاجه. المهم ان الراجل ده بيقول لك ايه، انا كنت عايز اكمل مشروع. مشروع ايه ده؟ احنا اول بطوله دخلنا بالضل، ما كسبناش ولا ماتش، ده هيكمل مشروع؟ وربنا ما كان هيطلع كتكوت. يعني لو قعدنا ل 2026 المشروع بتاعه وربنا ما نطلع كتكوت. تيجي يقول لي مشروع؟ لا لازم في حساب بقى هنا بعد الواقعه بتاعت امبارح دي، وان هو ما يحضرش هو بركات. اقف عندك بقى، تعالى بقى صفوا النيه عشان ربنا يكرمنا. مش هتصفوا النيه والله مصر ما هتاخد دوره الوديه. بس هو في النهايه خلاص هو حسام بشخصيته. بس خلي بالك ما في بقى هنا في ناس ضده هنا بقى باينه. ما فيش. لا ماشي، بس هو ما حدش يقدر على حسام حسن.